يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. غزوة بدر أولى معارك المسلمين الفاصلة، حدث عظيم ويوم انتصار مهيب. يوم رجع أبو سفيان وهو حرب بن أبي أمية بن عبد شمس بن عبد مناف في قافلة قريش من الشام، قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المدينة: إن هذه عير قريش، فيها أموالكم، فاخرجوا إليها لعل الله يغنمكم إياها. كانت هذه العير قافلة تجارية كبيرة قادمة من الشام تحمل أموالا عظيمة لقريش. فعندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة أخذ قريش كل أموال المهاجرين، وكان هذا سببا كافا بالنسبة للرسول الكريم ليأمر أصحابه بالمسير إليها. كان عدد الصحابة الذين خرجوا مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 313 مجاهدا، وكان عدد قريش 1000 رجل. رفض قائد قريش في هذه المعركة عمرو بن هشام بن المغيرة أبا جهل العودة إلى مكة عندما نجت العير ونجا من فيها، وقال: نمضي ونرد بدرا فنقيم عليها 3، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وبجمعنا، فلا زالوا يهابوننا أبدا بعدها. لما بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خبر نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال المسلمين استشار الصحابة في الأمر، وحينئذ تزعزعت قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، فنزلت فيهم آيات من سورة الأنفال تصف أمرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقات العدو، ومنهم أبو بكر وعمر بن الخطاب والمقداد بن الأسود. فقد قال المقداد بن الأسود وهو من الصحابة المهاجرين للرسول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. لم يكن أحد من الأنصار قال كلمته في المشورات التي عقدها الرسول الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: شيروا علي أيها الناس. أدرك الصحابي الأنصاري سعد بن معاذ وهو حامل لواء الأنصار مقصد الرسول من ذلك، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. لم تكن القوات الإسلامية في غزوة بدر تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية، ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض القافلة واحتوائها، ولم يكن يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب. فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا. ونظرا لقلة عدد البعير مقارنة بعدد المسلمين فإن المسلمين كانوا يتناوبون الركوب عليها. وصل الصحابة وعلى رأسهم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى بدر قبل وصول الأعداء، ونزلوا على أدنى ماء بدر ليمنعوا قريشا الشرب. وفي ليلة المعركة نظم الرسول محمد جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين، واحدة لسعد بن معاذ وأخرى لعلي بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيسا بن أبي صعصعة. بدأ الرسول بالتخطيط للمعركة،
فصف المسلمون واستقبل المغرب، وجعل الشمس خلفه فاستقبل أعداؤه الشمس، أي جعل الشمس في ظهر جيشه وفي وجه أعدائه حتى تؤذي أشعتها أبصاره. كما أخذ يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف. فرأى رجلا اسمه سواد بن غزية وقد خرج من الصف فضربه في بطنه وقال له: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف الرسول محمد عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، لقد حضر ما تراه، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له الرسول بالخير. وفي ليلة المعركة غشى المسلمون النعاس، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. خرج رجل من جيش قريش وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه أسد الله حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا فضربه حمزة وقطع ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. خرج من جيش قريش ثلاثة رجال للمبارزة: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة، لكن الرسول أرجعهم لأنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه. فأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، فقتل الصحابة الثلاث الرجال الذين خرجوا من قريش. ولما شاهد جيش قريش قتل الثلاثة غضبوا وهجموا على المسلمين هجوما عاما، فصمد وثبت المسلمون وهم واقفون موقف الدفاع ويرمونهم بالنبل كما أمرهم الرسول. كان شعار المسلمين في هذه الغزوة: أحد أحد. ابتكر الرسول في قتاله مع أعدائه يوم بدر أسلوبا جديدا في مقاتلة الأعداء لم يكن معروفا من قبل عند العرب، فقاتل بنظام الصفوف، وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. ووصف هذا الأسلوب في القتال أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاة، وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعا لقلة المقاتلين أو كثرتهم، وتكون الصفوف الأولى من أصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان، وتكون الصفوف التي خلفها من أصحاب النبال لتسديدها من المهاجمين على الأعداء. واتبع الرسول أسلوب الدفاع ولم يهاجم قوة قريش، وكانت توجيهاته التكتيكية التي نفذها جنوده سببا في زعزعة مركز العدو وإضعاف نفسيته. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. صدق الله العظيم. وبدأ الفشل والاضطراب يظهر في صفوف قريش، واقتربت المعركة من نهايتها، وبدأت جموع قريش تفر وتنسحب، وانطلق المسلمون يأسرون ويقتلون حتى قتل من قريش 70 وأسر 70، ومن المسلمين كان عدد القتلى 14 شهيدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. انهزمت قريش في أول معركة للمسلمين، وكانت نتائج الغزوة بالنسبة لقريش خسارة فادحة، فقد قتل فيها أبو جهل، عمرو بن هشام، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، والعديد من زعماء مكة، وكان نصرا عظيما مؤزرا للمسلمين.
بقيادة النبي الكريم محمد عليه السلام.